وتوت سويت مع ضيفنا في الكافي شو. يكفي انه نقولوا الجمله هذه، نقولوا قضاة كبار متورطين في الفساد والارهاب، باش بالحق الواحد يفركس على التفاصيل هكا ولا جميل. صحيح سناء، كما قلت احنا معنا الاستاذ المحامي عبد الناصر العويني عن هيئه الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، البارح عقدوا ندوه صحفيه باش يعطينا ابرز المعطيات ولا الخلاصات اللي خرجتها للهيئه. صباح النور استاذ عبد الناصر، ومرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه. هاكو سعيد لكم ولكافه المستمعين. باهي، كان تعطينا اخر المعطيات اللي اعلنتوا عليها البارح، خاصه المتعلقه بالجانب القضائي وبتدخل القضاة اللي هم قضاة كبار برنسيب في البلاد في سير القضاء، وخاصه في القضايا الارهابيه. استاذ عبد الناصر، والله هو البارح احنا اشرنا للجزء المتعلق بال وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي فيما يخص تقرير التفقد ولا اللي قامت به التفقدية العامة متاع وزارة العدل اللي تم سحبه معناها. شنو سحبه؟ معناها وبعد تالي وزارة العدل بالنيابة، وزارة العدل حبت هو شفت معناها نهار 15 فيفري وزير العدل السابق اللي تم معناها إقالته أما ما تمش معناها تعويضه، أخذ وكان يحضر في قرار وحضر قرار تفقد وراسل به معناها المجلس الأعلى للقضاء اللي يتعهد باعتباره مجلس تأديب بتحريك الدعوة التأديبية ضد القضاة اللي عملوا أخطاء مهنية، ثم كان يحضر في قرارات إحالة على النيابة العمومية لفتح بحث في حق الناس اللي ارتكبت جرائم. تم إقالته يومها نهار بعد ما بعث المراسلة المرفوقة بتقرير التفقد، تم إقالته وتم وطلبوا منه أنه يغادر البيرو مكتبه حالا. دونك تم إقالته على خلفية التقرير هذا. أتعهد مجلس القضاء بالتقرير بعد يومين تقريبا ثلاث أيام، وزيرة العدل بالنيابة التي عينها هشام الشيشي بعثت مراسلة طالبة استرجاع معناها قرارات الإحالة وتقرير التفقد ونسخة نتاع تقرير التفقد اللي مشات للمجلس القضاء، لأنه المجلس رفض أنه يرجع لها تقرير التفقد. دونك بقى تقرير التفقد هذه معناها نقطة سوداء، نقطة غامضة. وفي المجلس على القضاء بطبيعة الحال ما فيه ثم محامين، نحن عندنا زملائنا يمثلونا في المجلس على القضاء، وثم معناها ديكور اخرين الى جانب القضاة، هو مش مجلس على القضاة فقط، لانه في مجلس القضاء العدلي اللي عنده اللي كان يحتكم على تقرير هذايا اللي كان بيني به التقرير نتاع التفقد اللي يشمل 13 قاضي فيهم كل من بشير العكرمي وكيل الجمهوريه وطيب راشد الرئيس الاول محكمه التعقيب، رفضوا معناها مجلس القضاء العدلي خذا قرار باش حتى واحد ما ياخذ نسخه، حتى واحد ما يطبع التقرير التفقد هذا، وحتى واحد ما يقراه وحده ما يطلع عليه بمفرده من اعضاء المجلس بيدهم اللي هما بيدهم مش ينظروا في الوضعيات، وبقاو متكتمين عليه هكاك الى حين معناها نهار ولا نهارين قبل ما يمثل بشير العكرمي اللي هو الخميس اللي فات على انظار مجلس التاديب بالنظر معناها للافعال المنسوبه ليه. وقتها تمكنوا الناس من انهم يصوروا جزء من خلوهم كيفاش تو نحن مش نشوف فضيلة الرجل وما عندناش حتى اوراق باش نقراهم، باش مكنوهم كل واحد يطلع على الجزء المتعلق بالشخص المثل امام مجلس التاديب. دونك تم تسريب الجزء هذايا وتحصلنا على الجزء هذايا وابلغنا بانه ثم اللي هو اليوم معناها مش يقع الديليبراسيون في حق سي بشير العتن، انه ثم اتجاه الاغلبيه معناها داخل مجلس التاديب يحبوا لاكيتمون معناها يحبوا تبرئه بشير العكرمي من الاخطاء المنسوبه اليه واللي عملها تقرير التفقد. واستاذ عبد الناصر، شنو هي حقيقه التهديد نتاعو معناها بعض اعضاء مجلس القضاء العدلي قالوا ما عندي دوسيات عليكم بلغتنا احنا تو نفضحك؟ هذه في اوت لدوز اوت وقت تم معناها نقلته من مكانه كوكيل جمهوريه محكمه الدوله تونس، حسب رئيس المجلس القضاء العدلي بعد ما تم استجوابها من طرف المتفقدين نتاع وزاره العدل هذا راه موجود في تقرير التفقد. تقول بانه راه هز التليفون وهدد وقال راه عندي ملفات فساد، انا عندي ملفات فساد على بعض اعضاء مجلس القضاء العدلي، واذا كان ما ترجعونيش لراستي راني مش ننشر، راني مش نحرك فيهم الدعوه العموميه. عندي هو عنده ملفات على بعض الاعضاء حسب ادعائه هو، حسب ما هو مضمن في التقرير وحسب تصريح رئيس مجلس القضاء العدلي، عنده يحتكم على ملفات فساد فيما يخص بعض اعضاء مجلس القضاء العدلي ومعناها يساوم بهم في على 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 منصبه. هذه زاده هذه من احد الاخطاء معناها المنسوبه ليه.
دونك نحن فوجئنا بالأخطر هذه ما يسمى شيطة وكله هذه نجم يعالجوه فهمتي ولا مهنيا وتأديبيا، لكن ثم مسائل معناها كي تجي تلقى أكثر من 6268 ملف معناها محضر نتاع إرهاب خدمتهم الفرق المختصة بالنظر واللي بتتبع الجريمة الإرهابية موجودين عنده في البيرو موجودين في المكتب نتاعو وما خذا فيهم حتى قرار، وبعض المحاضر بعض من هذه المحاضر يرجع ل 2016. أستاذ عبد الناصر 6268 محضر تلاعب بالأدلة هذا يتسمى هكا ولي؟ طبعا ايه مشيوا عملوا جردهم متفقدين مو رفض هو باش يسلم باش يعمل باساسيون مع وكيل جمهورية جديد رفض هو روح هز روح وروح هز بعض الأوراق وبعض الدوسيات اللي خصتوه هز كاتبته وروح قالوا لا ما نعملش باساسيون ورفض أنا باش نتخلى على المنصب هذا فهمتني؟ وقتها معناها جات الرفاق وكيل جمهورية جديد قال أنا ما نجمش نتسلم مكتب هكاك فهمتني؟ إجا وعملوا لي جرد يا خويا كلم وزارة العدل جات وزارة العدل بعثت المتفقدين جاوا عملوا تقرير عملوا جرد في الجرد هذا لقاو مغارة علي بابا فهمتني؟ لقاو مع آلاف الدوسيات آلاف الملفات اللي معناها حتى التضمين مش مضمنة مش مقيدة في الدفاتر ماك تعرف أنت أي ملف يدخل يوصل للنيابه العموميه ولا اي شكايه توصل للنيابه العموميه يتقيد من المفروض تتقيد في دفتر ايه تتقيد في دفتر وتتضمن بالتاريخ وبالساعه وبشكون الاطراف فهمتني؟ معناها نحن كي نقولوا 6268 دفتر معناها المكتب نتاعو كان مطمور على ملفات الارهابيين غير المضمنه غير المضمنه هذوما ملفات خدموهم الشرطه والحرس ثم ملفات أخرى مئات الملفات الأخرى اللي خلت عليها المحاكم كما المحكمة العسكرية كما المحاكم في الجهات ما تعرف أنت محكمة تونس الابتدائية هي الوحيدة المختصة بالنظر في الجرائم تاع الإرهاب والنيابة العمومية اللي يترأسها هو في هذه المحكمة هي الوحيدة اللي تنظر في الجرائم تاع الإرهاب يتخلى له كي تجي جريمة إرهابية في صفاقس مثلا ولا في سوسة ولا في المسير ولا في المادية ولا في القاسرين ولا في سيدي بوسيد يتخلى النيابة العمومية تقول أنا نتخلى لعدم الاختلاف في الحكم صحيح تمشي مئات القضايا مئات القضايا كيف لم يقع تضمينهم مركبين شنو ينجم يعمل اليوم المجلس الأعلى للقضاء سي ناصر؟ والله هو يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ وأمام البلاد فهمتني؟ معناها نحن حطينا الرأي العام في خطورة الوضع وفي خطورة هذا الشخص لأنه هما معناها تم مسعى أنه ينظفوه ويرجعوه وربما يحطوه في بقعة أعلى من وكيل جمهورية في محكمة الوسط الابتدائي فهمني؟ نحن قمنا بكشف حقائق للرأي العام باش ما نكونوش شهداء زور في على 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 جرائم في تاريخ البلاد هذه وفي حق الأمن البلاد هذه. واضح، شكرا لك أستاذ عبد الناصر على توضيح هذه للتفاصيل اللي جات في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل.